نحن كل الفروع النقابية، نحن كل عمال التنسيقية، نحن كل الولاية نناشد ونطالب بإعادة منصب السيد عبد القادر المسوس الأمين العام لولاية شلف، وهذا نظرا للمجهودات اللي اتخذها في قرارات سيدة ونحى مفسدين في الولاية. العام والخاص يعرف هذا الشيء، كيف ذا وجونا قرارات عشوائية مركزية تجي وتنصب لك لجنه ولائيه اللي تسير امين امانه ولائيه كما هذه. يعني ولايه شلف راهي ولايه كبيره، راهي عندها رجال، راهي عندها مناضلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. مشي هذو الناس القرارات اللي يرفضونا ويجبغوا يدونا النقابه واحد اخرين. حنا نقعدوا في حنا في ليجيتيا، حنا الدم تاعنا يقول ليجيتيا، هو اللي جاب لنا قرارات سيده وبنى الولايه. الولايه نهار اللي بدات تتنقى يجوني قرارات ديسيزيون باراشيتي، عينوا لنا لجنه اللي تصير اتحاد ولائي. ورانا رافضينها، حنا رانا رافضين، وحفاظا على المواطن، حفاظا على هذا الكوفيد، رانا متباعدين، ما بغيناش نلايموا كاع الولايه اللي تجي هنا ولا تروح للسونترال، اللي تجي للاتحاد المركزي اللي بادير البلبله ولا تشوش. رجعوا قراراتكم، حنا ما شورتونا، ما درتونا في النخبه، انتم درتوا قرارات ولكن ذي القرارات ما تبنيش ولايه شلف. حنا رانا كونتر. والسيد الامين الوطني، السيد الامين العام الوطني راجع القرارات. ممكن راه مملاو عليك، ممكن راه مملاو عليك، بصح هذا قرار غير صائب في حقنا وفي حق المناضلين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبارك الله فيكم. اللجنه اللي دارها باتسير الحزب مرفوضه تماما، والكلمه الثانيه إعادة النظر في القرار تاع السوفي اللي جا ضد الأمين الولائي هذا. والأمين الولائي هذا كلنا نعرفوه باللي هو اللي بنى الاتحاد الولائي، واللي حافظ على الاستقرار على هذا الاتحاد الولائي ومنذ سنين، ماهوش من البارح ولا منذ سنين، وعمره ما جا ضد النقابة، وعمره كذا وعمره كذا. نطلبوا مرة أخرى من السيد الأمين العام تاعنا أن ينظر في القرار، ينظر في القرار ويدير قرار لصالحنا وصالح البلاد